السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم مريم التونسي. إن شاء الله فيديو جديد تكملة للفيديو بتاع الأدوية اللي أنا كنت عامله آخر حاجة. طبعا في الفيديو اللي فات هحط لك الرابط بتاعه فوق هنا، وهحط لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف وفي أول تعليق. طبعا في الفيديو اللي فات كنت اتكلمت عن بعض الأدوية اللي موجودة عندي واستخداماتها وطرق الاستخدام بتاعتها، وبتعالج إيه من الأمراض أو وقاية لإيه من الأمراض. فان شاء الله النهارده افتكرت برضو بعض الحاجات اللي انا ما كنتش اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، وبعض الادويه اللي موجوده عندي اللي ما كنتش اتكلمت عنها في الفيديو اللي قبل ده. فطبعا ان شاء الله هنتكلم النهارده عن بقيه الادويه، وهنبدا ان شاء الله مع بعض ان شاء الله دلوقتي بالاوميجا 3. طبعا يا جماعه دي كبسولات الاوميجا 3، هحط لكم صوره الشريط وصوره الكبسوله. كبسولات الاوميجا 3 دي مهمه جدا 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 للانتاج سواء للنوتي او للذكوره. اولا هي بتحسن عمليه التخصيب عند الذكوره، وكمان عند النوتي بتحسن عمليه التخصيب، وبتشغل الانتاج عند النتايه، يعني بتعلي التخصيب في النتايه من خلال ان هي بتحرق الدهون اللي موجوده على المبايض او التكيسات او الكيس الدهني او الكلام ده كله، التليس اللي بيكون موجود عند النتايه اللي بيخلي النتايه تتاخر في الحصى او تريح او النتايه تبقى عطال. كمان النتايه اللي بتبيض بيضه واحده، الاوميجا 3 مهمه جدا برضو في علاج الحاله بتاعت البيضه الواحده. طيب ازاي بنستخدم الاوميجا 3؟ هقول لك استخدام الاوميجا 3 سهل جدا. انت دي بتيجي كبسولات زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو، دي كبسوله زيت سمك، تمام كده؟ كبسولات الاوميجا 3 عباره عن كبسولات زيت سمك، دي حاجه يا جماعه، وكبسولات كبد الحوت دي حاجه ثانيه عشان في ناس بيختلط عليها الامر، تمام كده؟ الكبسوله ديت بنحط سن سرنجه زي كده في السرنجه، وبنركب السن ده جوه الكبسوله، وبنبدا في ان احنا نسحب الماده الزيت اللي موجود جوه الكبسوله، وبندي النتايه نص الكبسوله كل يوم لمده 10 ايام طبعا، واحنا عازلينها بعيد عن الذكر. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عنها النهارده برضو الفلاجيل، مهم جدا يا جماعه. اولا الفلاجيل مطهر معوي وقاتل للطفيليات، يعني دلوقتي انت الفلاجيل ده عندك فرد حمام فيه مثلا كانكر، عندك فرد حمام ريحه الزرق بتاعه وحشه، عندك فرد حمام بيعمل اسهال كتير وريحته وحشه وشكله غريب، انت مش عارف تحدد اذا كان فرد الحمام مريض ولا سليم. طبعا مرض الكانكر الحويصلي او الكانكر بتاع البق او الكانكر المعوي، بتلاقي الحمام الزرق بتاعه فيه كانكر او فيه لون اصفر. طبعا بتفتح البق لو لقيت كانكر في البق، بيكون عباره عن تجبنات صفراء. طبعا انتفاخ الحويصلة عند الزغاليل، ممكن تلاقي زغلول حصالته منفوخه هواء. طبعا الكلام ده كله علاجه سهل جدا، اللي هو الفلاجيل، بندي منه نص سنتي للزغاليل وسنتي للكبير من 3 ايام لاربع ايام. كمان عندنا البروتوزول، البروتوزول ده برده من ضمن العلاجات اللي بتعالج الكانكر، تمام كده؟ بندي نص قرص بروتوزول مع السنتي فلاجيل لو لحمام كبير، لو لزغاليل يبقى نص سنتي فلاجيل مع ربع قرص بروتوزول. برضو من الحاجات المهمه جدا للحمام المضاد السموم، ايا كان اسمه، سيبك بقى من اسم المنتج اللي انا شغال في اللي انا شغال بيه، لان دوت ما بيجيش غير من عند دكتور واحد هو اللي عامله، وطبعا البيع عنده لكميات بس، تمام كده؟ فالبيوجرو دوت مضاد سموم، ده مضاد سموم ومنشط للكبد. طبعا ده مهم جدا وحلو للنمو. طبعا ما تستغناش عن مضاد السموم، لازم يكون موجود عندك. في مضادات سموم كتير ليها اسامي كتير جدا، زي حاجه اسمها انتي دوت، في كذا حاجه موجوده في العيادات البيطريه، ممكن تنزل اي عياده بيطريه وتقول للدكتور عاوز مضاد سموم، هيديك مضاد سموم بيطري. طبعا مضاد السموم دوت بيستخدمه على الميه سنتي على لتر الميه، طبعا مهم جدا جدا جدا، فده بيكون مضاد سموم بيولوجي وفطري، للفطريات وللمواد البيولوجيه، تمام كده؟ يعني للادويه وللفطريات، تمام يا جماعه؟ فده مضاد سموم بيطري، مضاد سموم ومنشط للكبد، طبعا بيعالج المشاكل اللي موجوده في الكبد لو في اي خمول في الكبد او في اي حاجه، او طبعا الزرق لونه غامق وانت مش قادر تحدد ايه سبب غمقان الزرق بتاع الحمام، فبيكون دوت بسبب السموم الفطريه اللي موجوده على الكبد. طبعا بعد المضادات الحيويه بيكون محتاجين ان احنا ننشط تاني الكبد عند الحمام، او ننزل رواسب المضادات الحيويه وبواقي المضادات الحيويه اللي موجوده في جسم الحمام، فده مهم جدا بعد اي كورس علاج مضاد حيوي، او طبعا لو انت بتاكل علف او كلفه طبعا بيكون مرشوش عليها مبيدات حشريه
او ايا كان مواد كيماويه، فده طبعا مهم جدا في الحاله دي، ما بستغناش عنه. انزل اي عياده بيطريه قول له عايز مضاد سموم، هيديك اي نوع اشتغل منه حسب النوع اللي هيدولك، اشتغل منه بالجرعه اللي هيقولك عليها. تمام كده. هنتكلم عن ايه تاني؟ نتكلم دلوقتي عن الايمولانت. ايمولانت ده ايمولانت رافع مناعه، ده شراب بشري، ده رافع مناعه يا جماعه، مهم جدا للحمام طبعا في اوقات تغير الجو، مهم جدا سواء في الصيف او في الشتاء، بيرفع معاك مناعه فرد الحمام ضد الامراض، سواء الامراض الفيروسيه او الامراض البكتيريه. طبعا مهم جدا بعد الكورس العلاج لو بيتعالج بمضاد حيوي او بيتعالج بمضاد فيروسات او بيتعالج باي حاجه، مهم جدا قبل التحصين، مهم جدا بعد التحصين. ده ايمولانت شراب بشري من اي عياده بشريه هتلاقي موجود الايمولانت دوت، هتستخدم منه، بنستخدم منه من 5 سم ل 10 سم على لتر الميه، الجرعه من 5 سم على لتر الميه لحد 10 سم على لتر الميه، يعني لو انت بتربي جماعي ممكن تحط 10 سم على لتر الميه، لو بتربي كل قص في باب بتحط 5 سم على اللتر الميه. كمان من الحاجات المهمه جدا اللي عايز اتكلم عنها النهارده الانتينال. انتينال شراب بشري، ده في اي صيدليه بشري موجود. طبعا الانتينال مطهر معوي وبيعالج الاسهال، يعني لو عندك فرد حمام عنده اسهال مع اي نوع من انواع الامراض، يعني عنده سالمونيلا وجاي معاه اسهال، عنده برد وجاي معاه اسهال، عنده ايا كان المرض الموجود عنده ومعاه اسهال وبتدي مضاد حيوي وعايز تدي حاجه توقف الاسهال عشان فرد الحمام ما يبداش ان هو يجيله جفاف ويبدا ان هو يموت منك، فطبعا الانتينال هيوفي بالغرض معاك في الحاله دي، هتدي منه سنتي في بق فرد الحمام كل يوم لمده من 3 ايام ل 4 ايام لحد ما الاسهال يقف معاك، وكمل بالمضاد حيوي الكرسي بتاعك عادي جدا مفيش اي مشاكل. طبعا الانتينال موجود في اي صيدليه بشري وموجود منه انتينال بيطري. وبكده يا جماعه اكون خلصت الفيديو دوت، ويا رب اكون قدرت اوصل لك معلومه مفيده، واكون قدرت اشرح لك بعض الادويه المهمه واشرح لك الجرعات بتاعتها، ويا رب ما اكونش نسيت حاجه، ويا رب ما اكونش اتلخبطت في حاجه مهمه، ولو اتلخبطت في اي حاجه اعذروني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي. We'll be right back.